قبل الفصل سألت شريف هل انت شايف انه ايه القماشه اللي مع مستر موسيماني تسمح له. انا بتكلم دلوقتي جمهور، يعني عشان يعني بتكلم من وجهه نظر المدرج، تسمح له انه يغير طريقه اللعب فيمتعنا، يقدم لنا كره هجوميه شامله، يرجع لنا الاهلي. طبعا انت على مستوى الالقاب ما اقدرش اقول انه راجل، لا راجل عامل مشوار محترم جدا، لكن بتكلم على شكل واداء الفريق، وخصوصا انه الصفقات الجديده فاتحه نفسنا قوي على الموسم اللي جاي. فبالتالي كنت بساله هل شايف انه ممكن مع الوجود الاسماء الجديده دي شكل طريقه اللعب يختلف؟ قال لي لا، صعب جدا عشان ثقافه اللعيبه، وصعب جدا انه ما فيش وقت عشان تغير طريقه لعب، ده محتاجه وقت كبير. وبالتالي انا كان سؤالي لي هل شايف انه في اسماء تفرض نفسها على تشكيله مستر موسيماني تقدر تطبق نفس الطريقه 4-2-3-1 وتغير في شكل اداء النادي الاهلي، تحسسك بطعم الكره مع طعم كره النادي الاهلي اللي احنا متعودين عليها؟ هتضيف جوده، هتضيف جوده بس جوده. يعني انا ممكن لاعب في موقف واحد على واحد فما يعديش فانا احس الاهلي وحش، لكن لاعب تاني في نفس الموقف واحد على واحد يعدي ويسجل فانا احس ان الاهلي كويس. اوكي، تكتيكالي لا، هو النادي الاهلي هو ايوه مفيش فرق. يعني انت بتتكلم هنا انه الفارق يصنعه امكانيات اللاعبين الفرديه. بالظبط، ده اللي هيصنع الفارق، لكن على مستوى جوده التكتيك بتاع الفرقه لا، هو النادي الاهلي تقريبا ما اتغيرش من وقت ما وصل موسيماني لحد النهارده. طيب كان في عيوب اتعالج جزء منها، وفي جزء لم يعالج لحد اللحظه اللي احنا بنتكلم فيها. الجزء اللي لم يعالج للاسف هو منور قوي لانه جزء دفاعي. بس هو مش بالفداحه. يعني هي اخطاء بسيطه تعالج، لكن احنا كنا بنسيب اكسكيوز كبير قوي طول الفتره اللي فاتت انه حقيقي ما كانش فيه وقت للمعالجه. ما كانش فيه وقت اعالج، ما كانش فيه وقت حتى انا كمدير فني اقعد اتفرج على ماتشات فرقتي عشان اشوف فرقتي من فين مشكلتها. ده ما كانش موجود. النهارده دخل محلل اداء جديد بطاقه جديده، فطبيعي ان هو يبدا يشتغل على ماتشات الاهلي. ايوه، مع محلل الاداء اللي كان موجود مع مستر موسيماني. بس انا عندي وجهه نظر فيما يخص الامور بتاعه التكتيك. انت كمدير فني طبيعي، يعني نشرحها شغلتي انا كمدير فني هشرحها بقى ببساطه للناس. انا باجي بدخل مع مجموعه اللعيبه اللي موجوده، هنفترض ان معايا 35 لاعب. فالمدربين مدارس، في مدرب بيجي يدي البلان بتاعه للناس الاسيستنتس، خد اشتغل ده في التمرين، وهو بيقف يوبزرف التمرين كله ويبدا يعدل الشغل بتاعه. في مدرسه تانية بينزل الملعب يشتغل بايده، بس بيوزع البلان على كل مجموعه. لو عندي 2-3 مدربين، مدرب مثلا هيشتغل مع مجموعه المدافعين والمهاجمين وهكذا، بديله البلان بتاعه اللي هيشتغل بيه، وهطلب منه الشغل، وهطلب منه ان انت اللعيبه دي واقفه في المرحله دي، انت في نهايه التمرين المفروض توصل لكذا، وانا اروح اتابع نهايه التمرين اللي هو المفروض يكون وصل. وانا في خلال ده ببدا لو انا شايف ان في حاجه ما بتتصلحش والراجل الاسيستنت مش بيعدل، مش بيقول انستراكشنز، فهدخل هقول يا جماعه اعملوا كذا. لما انت يكون عندك 35 لاعب ويكون الملعب فيه 2 مدربين، مدير فني ومدرب عام، هنقسم المجموعه ازاي؟ ميك سنس ان احنا الاثنين هنشتغل مع 35 لاعب. ايوه، يا احنا الاثنين كل مدرب فينا هيشتغل مع 12-13 لاعب. هل ده شيء منطقي؟ للاسف بروفيشنالي لا، بشكل احترافي لا. فلازم ان النادي الاهلي زي ما اضاف محلل اداء يضيف 2-3 مدربين كمان. الاثنين ثلاثه المدربين علشان اقدر بسهوله اوزع مجموعه اللعيبه اللي موجوده عندي، فمجموعه اللعيبه اللي موجوده عندي لو حد عنده مشكله فرديه اقدر اشتغل معاه، او لو لاعب بيسبب لي مشكله جماعيه اقدر برضه اشتغل معاه. طيب هكلمك على حته الانسجام شويه يا شريف، يعني هقول لك ثنائيات وتختار لي دايما الافضل. انت عارف ان الاهلي عنده وفره الحمد لله الموسم ده في كل المراكز تقريبا، يعني في كل مركز ممكن تعد 1 و2 و3 و4 كمان، تمام؟ فلو جينا مثلا قلب الدفاع، الثنائيه الافضل من وجهه نظرك عندك، هتكلم على الجاهزين، عندك ياسر، ايمن، بدر، ربيع، وان شاء الله باذن الله هيتضاف ليهم قوه ضربه دفاعيه باذن الله ان شاء الله قريب جدا جدا، هتشوفوا كابتن محمود متولي في الملعب باذن الله ان شاء الله. انا بالنسبه لي لو متولي جاهز فانا الثنائيه الافضل بالنسبه لي هي بدر ومتولي. بدر ومحمود متولي، دي الثنائيه الافضل بالنسبه لي، او اللي انا كشريف عايز اتفرج عليها في النادي الاهلي. تمام، وحاسس انها الاقوى، هي الاثنين مع بعض
هيمثلوا قوه كبيره قوي، لان في شويه حاجات ناقصه في ما بين الثنائيه اللي موجوده دلوقتي. أيوة. للاسف هيعدلها محمود متولي. طيب الجبهه اليمين، ثنائيه الجبهه اليمين مع بعض، عندي ورا محمد هاني اساسي لفتره طويله جدا في المركز ده، اكرم توفيق توظف فيه واعتقد انه نجح بشكل كبير في انه يؤدي سواء اهلي او منتخب، وعندي كريم فؤاد واحد من الصفقات المنتظره واللي الجمهور حاطط عليه امال كبيره جدا، يلعب يمين يلعب شمال بس يعني محسوب على اليمين اكتر، وبالتالي عندي ثلاث اسماء ورا في ناحيه اليمين، وعندي قدام عندي حسين الشحات يمين، عندي بيرسي تاو يمين، وعندي اعتقد يعني ممكن تلعب عمار في الحته دي اعتقد، وميكسوني كمان ممكن يلعب يمين. الدويتو الاقوى من وجهه نظر شريف هاني والشحات، هاني والشحات مش اكرم. اكرم لعيب موهبه، لعيب بوتنشل، ولعيب مهم جدا للنادي الاهلي. وقدم جوده مختلفه، بس انا لازلت بشوف المباريات للاسف بعين شغلتي، عين المدرب والمحلل. طيب اكرم لحد دلوقتي مش بيقدم، هو بيقدم نسخه يعني جوده لاعب حطيته في مكان بقى شاطر قوي. أوكي. بس هو الجزء البوزيشننج لا، هو بيمس بوزيشن كتير للاسف، بس هو كجوده لاعب. طيب. انا شايف انه يعني يستحق دقائق لعب كتير طبعا، ورجوله اكرم وروحه في الملعب بتعوض حاجات كتيره جدا عنده بصراحه، يعني الرجوله والروح دي يعني ما شاء الله ما شاء الله بصراحه، يعني اتمنى اتمنى اشوف الروح دي، الغل اللي في الكوره ده، انك تقاتل على كل كوره، انك لغايه اخر ثانيه بتقدم اقصى ما عندك، اتمنى ان شاء الله باذن الله. طيب نروح الناحيه الشمال، عندي معلول وهحط برده معايا كريم فؤاد، وهحط معايا محمود وحيد، وهحط معاهم ايمن اشرف بما انك انت طلعت ايمن بره المساكين، فهحط ايمن في الناحيه الشمال، وقدامهم عندي طاهر، عندي كهربا، عندي احمد عبد القادر وتعاون ميكسوني الاثنين. وتعاون ميكسوني ماشي. انا لو اخترت يعني بما اني اخترت حسين يمين ف 100% هختار تاو. تاو شمال. شمال. مع علي معلول. مع علي معلول. اه. قلب الملعب عندي اكرم بما انك انت حطيت هاني في اليمين، فاكرم يدخل في قلب الملعب مع السولية، مع ديانج، مع حمدي فتحي. اقوى اثنين من وجهه نظرك لو الاهلي يلعب باثنين في الحته دي؟ ديانج والسولية. ديانج والسولية. راس حربة اساسي بالنسبه للنادي الاهلي الموسم الجديد، او اللي تتوقع انه، انا عارف انك انت ليك راي، قول 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 ما تتكسفش. انا انت بتراهن على حسام. اه بتراهن على حسام حسن. انا اتمنى ان حسام حسن ياخد ده يلعب. طيب يبقى كده تحط لي تشكيل اهلي، انت قلت مش هتغير الطريقه، فهتحط لي التشكيل الاهلي الامثل لبدايه الموسم. الامثل لبدايه الموسم؟ اه اللي انا اتوقعه بقى في ماتش الاسماعيلي، او اللي بتراهن انت عليه في ماتش الاسماعيلي. في ماتش الاسماعيلي هو هيبقى علي لطفي، بس طبيعي ان الشناوي هو الحارس الاول. اكرم اللي هيلعب في ماتش الاسماعيلي، بس انا اتمنى انه هاني اللي يلعب. علي، ايمن، بدر، دي المجموعه اللي هتلعب في خط الظهر. ديانج والسوليه، محمد مجدي، قفشه. توقعاتي انا ان تاو هيبدا اساسي، بس ميكسوني هيريح. هيقعد على الدكه، وحسين هيلعب هو وتاو، وهيلعب قدامهم محمد شريف.